السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك لو شئت لجعلت الصعب سهلا. فيمورال هيرنيا. إيه الفيمورال هيرنيا دي؟ اسم على مسمى. دي أكيد الهيرنيا اللي بتعدي من خلال الخرم ده. ايه الخرم ده يا جماعة؟ اللي اسمه الفيمورال رينج. فالهيرنيا اللي هتعدي من الفيمورال رينج اكيد لازم هيكون اسمها فيمورال هيرنيا. فاكرين ايه الفيمورال رينج دي يا جماعة؟ طبعا الخط الاسود ده يمثل الانجوينال ليجمنت. الانجوينال ليجمنت بيمتد من البيوبيك تيوبريكل لحد الاسيس، لحد الانتيرور سوبيريور ايليك سباين. وطبعا المثلث ده امتداد منه اسمه lacunar part of the inguinal ligament. والفايبرس باند اللي امتد من اللاكونر ليجمنت ده على البكتينيال لاين يبقى اكيد اسمه بكتينيال ليجمنت. والفاشيا المبطنه الانتيرور ابدونال وول بتدلدل في الابر بارت اوف ذا ساي اللي هي الفاشيا ترانسفيرساليس. والفاشيا المغطيه الالياكس ماسل بتنزل مع الالياكس ماسل في الابر بارت اوف ذا ساي، ودي اسمها فاشيا الياكا. اهي اللي ورا دي الفاشيا ترانسفيرساليس من قدام على الفاشيا الياكا من ورا، بيتحدوا مع بعض في الابر بارت اوف ذا ساي ويعملوا لك شيس اسمه الفيمورال شيس. الفيمورال شيس ده بيعدي من الانتيرور وول اللي هو الفاشيا ترانسفيرساليس للبوستيرور وول اللي هو الفاشيا الياكا، بيعدي تو سيبتا. التو سيبتا دول راح مقسمين الفيمورال شيس لثلاثة كومبارتمنت. لاترال كومبارتمنت في الفيمورال ارتري وفيمورال برانش اوف جينيتو فيمورال نيرف، والانترميديت كومبارتمنت في الفيمورال فين، والميديال كومبارتمنت في مين؟ في دي الكنال اللي اسمها الفيمورال كنال اللي بيكون فيها لوس اريولار كونكتيف تيشو وليمف نود اسمها ليمف نود اوف كولوكي. والفيمورال كنال دي بتكون فاتحه في الابدومن، فاتحه عنوان في الابدومن من خلال الفيمورال رينج. الفيمورال رينج دي اناتوميكالي حدودها ايه؟ انتيرور ليها في الانجوينال ليجمنت، بوستيرور ليها في مين؟ البكتينيال ليجمنت. والميديال باوندري بتاعها الشارب كريسنتك ايدج اوف ذا لاكيونر ليجمنت. الفيمورال رينج دي طبعا لو كانت مفتوحه فينا كلنا كنا كلنا هيحصل لنا فيمورال هيرنيا. ربنا سادد الفيمورال رينج دي بكوندنسيشن اوف فات اند فايبرس تيشو اسمه فيمورال سيبتم. الفيمورال سيبتم ده عامل كده زي الفله في الازازه، ده عبارة عن حاجة كده هو سادة بلاج سادد الفيمورال رينج. الفيمورال سيبتم ده كوندنسيشن اوف فات وفايبرس تيشو زي الفيلا كده هو سادة فتحة الإزازة اللي هي الفيمورال ايه رينج. في الستات الهرنيا دي طبعا ماتش مور كومن. ليه؟ لأن البلفس واسع في الستات. لما البلفس بيكون واسع في الستات هتبص تلاقي البون دي بقى واسعة هنا كده ماشية كده. لما تلاقي البون ده هي ماشية هنا وان كده هون بقى عشان توسع البلفس يبقى الفيمورال رينج بقت أوسع. زائد زي ما انتوا عارفين الفات والفايبرس تيشو في الستات ملهلط وطري، فهتلاقي الفيمورال سيبتم ده في الستات ضعيف. و المسلز والليجمنتس في الستات اللي حوالينا ضعيفة، فانت المنطقة دي واسعة زائد انها ضعيفة، فالفيمورال رينج واسعة والسبورت حواليها من الليجمنتس والفيمورال سيبتم ده كل ده ضعيف. يزيد الطينة بلة ايه بقى؟ الستات بيحصل فيهم البريجنانسي والليبر الحزق الفظيع اثناء الولادة،
فطبعا ده increase intra-abdominal pressure، يعرض الستات ان يعدلهم من الخرم الواسع ده اللي فيهم الفيمورال هيرنيا. يا ترى ايه بقى الاستراكشر بتاعه الفيمورال هيرنيا؟ اولا الديفكت بتاعك هو عباره عن الفيمورال رينج، و الساك هينزل ازاي؟ اهو ده يا جماعه منظر الفيمورال رينج، وده بقى الميله بتاعه البلفس. البلفس طبعا مايل، فباين لك اهو قدامك من قدام الانجوانال ليجمنت، ومن ورا المفروض بيكون في البكتينيال ليجمنت. لان في طلبه دايما ان انا تقول لي ازاي انت بتقول انتيرو بصيرو بينما يا دكتور هي سوبيرو وانفيرو. طبعا اصل انا في الورقه مش قادر اقول لك وابين لك الميله بتاعت البلفس. فالبلفس مايل، فاكشوالي الانجوانال ليجمنت دون بيكون انتيرور، والبكتينيال ليجمنت ده بيكون بوستيرور. المهم الهرنيا بقى هتنزل، هتروح نازله فين؟ في الفيمورال رينج. انها ماشيه 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 فين؟ في الفيمورال كانال. الهرنيا هتقول انا حظي الاسود اللي انا فيه دون. الفيمورال كانال دي كلها طولها سنتي ونص، فالهرنيا هتخش تمشي سنتي ونص وتلاقي السكه سد في وشها، تعمل ايه؟ هتتلفت حواليها تقول لك اروح فين؟ طبعا وراها في المسلز الحديد بتاعت الصاي، وقدامها في ايه بقى؟ تقول لك هو ده، تلاقي قدامها بقى في خرم مسدود بفاشيه مخرمه. الخرم دون اسمه السافنس اوبننج، ده خرم في الديب فاشيا اوف ذا ساي، مسدود بفاشيا مخرمه عشان كمان اسمها كريبري فورم. كريبري فورم يعني المخرم فاشيا. فالهرنيا دي تروح كبر لقدام وتطلع لك من السافنس اوبننج. اما تطلع في السافنس اوبننج هتلاقي نفسها فين؟ في السبكوتينيوس تيشو اوف ذا ساي. بس برضه تقول لك ايه انا حظي الاسود دون. الطبيعي ان هي طبعا لما تكبر كانت تكبر لتحت مع الجرافيتي، لكن لا للاسف بقى زي ما انتم عارفين السكاربس فاشيا اللي هي الممبرينس لاير اوف ذا سوبرفيشال فاشيا اوف ذا ابدومن دي اتاتشد للفاشيا لاتا اوف ذا ساي، هنا اتاتشد تحت السفنس اوبننج على طول. فالهرنيا دي لما تيجي تنزل لتحت تلاقي السكه سد بالاتاتشمنت اوف سكاربس فاشيا في الفاشيا لاتا، فما يبقاش قدام الهرنيا دي غير انها تكبر ابورد في اتجاه الانجوينال ليجمنت. يعني الهرنيا دي اما تنزل تقول عين كح، بص هي نزلت داونورد فورورد من خلال السافنس اوبننج، ابورد اند لاترالي في اتجاه الانجوينال ليجمنت والاسيس. يا ترى ايه ال كفرنجز بتاعت الهرنيا دي؟ الكفرنجز يعني هي كل الناس بتجيبها من بره لجوه، انا عايزها هي من جوه لبره. من جوه لبره هي وانت ماشي سقيت قدامك ايه؟ اول الهرنيا عشان تخش سقيت قدامها الفيمورال سيبتم، وبعدين الكونتنتس اوف ذا فيمورال كانال اللي هي شويه اللوس ارلو كونكتيف تيشو واللينف نود اوف كلوكي، وزائد قدامها الانتيرو وول اوف ذا فيمورال كنال، زقت الكريبري فورم فاشيا. وهنا بقى في الصاي ما بقاش قدامها غير السكين والسبكوتينيوس تيشو اوف ذا ساي. طبعا الفيمورال هيرنيا دي بقى اهي يا جماعه موجوده في الابر بارت اوف ذا ساي، ودايما في حاجه بقى مهمه جدا بيني وبينك، الهيرنيا دي لو واحد مش خبير يبص عليها هيفتكرها انها الكومنست هيرنيا وخلاص انها ايه؟ انجوينال. لا خد بالك. طبعا اول ما تلاقي هيرنيا في الستات حرص، لان دي غالبا طبعا فيمورال هيرنيا. شايفين مورال رينج الواسعه والسبورت المسخره اللي حواليها والولاده والحزن. بينما انت ممكن تتخم في فيمورال هيرنيا في واحد راجل. لان الكومنست هيرنيا دي اللي هي الانجوينال هيرنيا. فالانجوينال هيرنيا ماتش مور كومن في الرجاله عشان عندهم الانجوينال كانال هي اللي واسعه.
والفيمورال هيرنيا ماتش مور كومن في الستات عشان عندهم الفيمورال رينج هي اللي واسعه. طبعا لو انت دقيق بص الهيرنيا اللي عندك دي فوق الانجوانال ليجمنت ولا تحت الانجوانال ليجمنت. لا طبعا يا جماعه الانجوانال هيرنيا above the inguinal ligament. ولو بصيت على البيوب تيوبريكل الهيرنيا دي يا جماعه بتكون above and medial to the pubic tubercle. ما هو البيوب تيوبريكل ده يا جماعه اللي هو الميديال اتاتشمنت اوف ذا انجوانال ليجمنت. والهيرنيا دي حيث انها above the inguinal ligament بتبقى above and medial to the pubic tubercle. بينما البيوك تيوبركل اهو فين الفيمور هيرنيا؟ بالعكس بتكون below and lateral to the pubic tubercle. طبعا الديسند اوف هيرنيا مختلف خالص. الديسند اوف هيرنيا خدنا في الانجوانال هيرنيا بتكون نازله forward medially downward. بينما في الفيمور هيرنيا بتكون نازله زي ما اتفقنا downward forward upward and lateral. العيان لو قلت له رجعها طبعا في الفيمور هيرنيا بيرجعها عكس ما كانت نازله. بيرجعها بقى ازاي؟ بيرجعها downward backward upward. بينما العيان بتاع الانجوانال هيرنيا بيرجعها upward laterally backward. يا ترى الهيرنيا دي هيكون وضعها ايه لو انت عملت internal ring test؟ احنا طبعا خدنا في الاوبليك انجوانال هيرنيا. لو انا قلت العيان رجع الهيرنيا وسديت الانترنال رينج وقلت له موقف وكح الهيرنيا هتظهر ولا لا؟ طبعا الاوبليك انجوانال هيرنيا مش هتظهر لان انت سدي الانترنال رينج اللي بتطلع منه. بينما يا جماعه الفيمورال هيرنيا انت سد الانترنال رينج ما طز فيك هتلاقي الهيرنيا ظهرت تحت الانجوينال ليجمنت. ماشي ده بالنسبه للفيمورال هيرنيا. نيجي بعد كده هون للامبلايكال هيرنيا. الامبلايكال هيرنيا احنا في عندنا منها يا جماعه ثلاث انواع. ايه الثلاث انواع دول؟ ده اول نوع congenital umbilical hernia. طفل لسه مولود تلاقي جوه الامبلايكال كورد بتاعه loops of intestine. congenital hernia موجودة في الامبلايكال كورد بتاعه. ايه اللي حصل يا جماعة؟ على فكرة دي حاجة طبيعية بتحصل لنا كلنا اثناء الانتراوتراين فيتال لايف. الانتستين بتتكون وحجمها كبير قوي. بالنسبه للابدومينال كافيتي اللي في الطفل لسه صغير قوي الابدومينال كافيتي. فالانتستين تروح فين والابدومينال كافيتي صغير؟ ما قدامهاش غير انها تخرج الانتستين الميد جات كلها. بتخرج في الامبلايكال كورد. نورمالي عند الشهر الثالث انتراوتراين فيتال لايف الابدومينال كافيتي بيكون وسع واللوبس اوف انتستين نورمالي بيحصل لها ريدكشن يعني ترجع جوه الابدومينال كافيتي ويا دار ما دخلك شر. ده بيحصل في البشر كله. ايه رايك بقى للاسف في الطفل ده وان اللوبس اوف انتستين فشلت يا رجاله انها ترجع جوه الابدومينال كافيتي واستمر الوضع على ما هو عليه ويتولد لك الطفل الامبلايكال كورد بتاعه وارم وديستندد ومليان بال لوبس اوف انتستين بالمنظر ده. ده نوع اسمه كونجينيتال امبلايكال هيرنيا. الطفل ده هو لو مولود طبيعي. لو مولود طبيعي يا جماعه طبعا بيتولد بالامبلايكال كورد بتاعه بنقصه وبعد كام يوم بيقع الامبلايكال كورد ستامب الحته اللي مدلدله منه دي وتخلف اسكار. الاسكار ده هو بقى قوي ولا ضعيف؟ طبعا الاسكار ده هو في الاول في اول 3 سنين بيكون ضعيف وفي كل البشر بيكون الاسكار لسه ضعيف لسه مش ما بقاش قوي في اول 3 سنين.
لو الطفل ده بقى للاسف بيعيط كتير، مليعات ده برضو واه الواد قاعد بيحزق وينكريز انترا ابدومينال بريشر، او الواد مثلا عنده مشكله في صدره وبيكح كتير، او الواد عنده امساك وبيحزق جامد. فلو سكار ضعيف في اول 3 سنين من حياه الطفل ده وبيحزق، هتبص تلاقي الامبلايكال سكار راح طالع لقدام كده ومبقلل بالمنظر ده، وبدل ما سرتك اللي هي سكار انفيرتد داخل لجوه، السكار بتاع الامبلايكس ده بقى مشقلب كده لبره وبقى ايفيرتد. النوع ده هو يا جماعه اسمه انفانتايل امبلايكال هيرنيا، لانه بيحصل ديورنج انفانسي. مرحله الانفانسي دي يا جماعه اللي هي اول سنتين من حياتك. بعد كمان دي انفانتايل امبلايكال هيرن اللي هي السره اتشقلبت لبره بسكار ضعيف وبيحزق الواد. الكومنست هيرنيا بقى ايه؟ دي بتلاقي ناس كبار كده هو ادلت اربعينات وخمسينات وبتاع وعلى البلاج، وتلاقي السره بتاعتهم كده هو بارشلي ايفيرتد، جزء منها اتشقلب وجزء لسه ايه بتساب زي الهلال كده اهو. ايه دي بقى؟ دي بيتقال عليها دي الكومنست هيرنيا في الامبلايكس، اسمها ادلت بارا امبلايكال هيرنيا، لان الديفكت يا جماعه هنا هو مش في السره، الديفكت في اللينيا البا جاست فوق السره، يعني هي السره كده طبيعيه والديفكت حصل هنا اهو جاست فوق السره في اللينيا البا، وابتدت تطلع الكونتنس اوف هيرنيا، وفوق الكونتنس دي ابتدت تتشقلب السكار بتاع الامبلايكس كده اهو. فهنا دي اسمها ادلت بار امبلايكال هيرنيا، لان الديفكت في اللينيا البا جاست اباف ذا امبلايكس. في عندنا بقى اذر رير تايبس اوف هيرنيا، زي مثلا يا جماعه انسيجنال هيرنيا. ايه الانسيجنال هيرنيا دي؟ واحد عمل عمليه، وطبعا في العمليه لازم بنفتح بطنه وبنخيط في اخر العمليه، فبيتساب بعد العمليه سكار. السكار اوف اوبريشن ده بقى ممكن يحصل لك في المنطقه بتاعته هيرنيا، يتقال عليها انسيجنال هيرنيا. فالانسيجنال هيرنيا دي يا جماعه دي عباره عن هيرنيا في سكار اوف بريفيوس اوبريشن، ودي على فكرة ذا سكند كومن هيرنيا بعد الانجوينال هيرنيا، والثيرد كومن على فكرة هي الفيمورال. في عندنا هيرنيا يا جماعة اسمها لمبر هيرنيا. اللمبر هيرنيا دي في منها نوع من اتنين، نوع بيحصل في السوبيرو لمبر ترينجل، او نوع بيحصل في الانفيرور لمبر ترينجل. الانفيرور لمبر هيرنيا دي بتحصل في الانفيرور لامبر ترينجل اللي احنا خدناه في الاكسترنال ابدومين اوبليك. كنا اتفقنا يا جماعه ما بين الاكسترنال ابدومين اوبليك اللي قدام ديا واللاتس مصدور ساي والايليا كريست في المثلث ده اللي اسمه انفيرور لامبر ترينجل، واللي وصف واحد اسمه بوتي ده فرنساوي يا مرسي، فبيتقال عليه انفيرور لامبر ترينجل اوف بوتي. مش مهم لو انت مضايقك بوتي دي واجعاك، مش مشكله. ده حدوده زي ما اتفقنا اكسترنال ابدومين بليك لاتس مصدورساي ايليا كريست، والفلور بتاعه بيكون الانترنال ابدومينال اوبليك. طبعا لو حصلت فيه هيرنيا يبقى اسمها انفيرور لامبر هيرنيا. في مثلث فوق برضه في اللامبر ريجون. في اللامبر ريجون بقى يا جماعه ما بين اللاست ريب، ما بين اللاست ريب دي احسن ان هتكون في الرسمه دي، ما بين اللاست ريب اللي هو اللي انا مظلله اسود ده والعضله دي. العضله دي يا جماعه اللي هي مين؟ دي البوستيرور بوردر اوف الفايبر اللي طالعه ابورد فور ذا ميديال، ده البوستيرور بوردر اوف انترنال ابدومينال اوبليك. والعضله اللي ماشيه بالطول دي في ظهرك اللي اسمها ساكروس باينالس ماسل. فما بين الساكروس باينالس لاست ريب
internal abdominal oblique في المثلث ده اللي اسمه superior lumbar triangle، ولو حصل فيه هيرنيا يبقى اسمها inferior lumbar hernia. الهيبون، الهيبون يا جماعة فيها خرمين، أو الصراحة مش خرمين، هما اتنين نوتش بيتحولوا بالليجمنتس اللي حوالينا إلى فورامينا. فعندي greater sciatic notch بيتحول لgreater sciatic foramina، وlesser sciatic notch بيتحول إلى lesser sciatic foramen. الgreater sciatic foramen والlesser sciatic foramen ده ممكن يحصل فيهم هيرنيا. أو ده greater sciatic foramen وده lesser sciatic foramen، ممكن يحصل فيهم هيرنيا. الهيرنيا دي يا جماعة لو حصلت في greater sciatic foramen دي بيتقال عليها جلوتيال هيرنيا، ولو حصلت في الليسر سياتيك فورامن بيتقال عليها سياتيك هيرنيا. ما قدامكش اي خرم التالت كده، هو ممكن يحصل فيه هيرنيا. الكنال دي اسمها ايه؟ طبعا الخرم ده اللي في الهيب بون اسمه اوبتيوريتور فورامن، بيتحول بممبرين اسمه اوبتيوريتور ممبرين، بيتسد يعني بأوبتيوريتور ممبرين، ويتساب لك الكنال دي اللي اسمها أوبتيوريتور كنال عشان يعدي فيها الأوبتيوريتور نيرف أند أرتري، وممكن يعدي معها إنتست. ففي الأوبتيوريتور هنا هو فورامن أو الأوبتيوريتور كنال ممكن يحصل لك أوبتيوريتور هيرنيا. في طبعا أنواع كتير من الهيرنيا، كفاية عليكم الأنواع المشهورة دهيا ايه من الهرنيات على قد سنكم، ويبقى ده فكرة عامة عن ايه هي الهرنياز والابدومينال هرنياز. Thank you for good listening and good luck.